من يحدد موعد الانتخابات سواء كانت مبكرة أو في موعدها المحدد هو بالتأكيد رئيس الوزراء وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية وفق المادة 64 من الدستور. وأيضا أكدها هذا قانون الانتخابات رقم 19 لسنة 2020. هاي من الناحية الإدارية، لكن من الناحية الفنية من هو مسؤول عن تهيئة وتنظيم وتعجيل آلية الانتخابات المبكرة هي المفوضية المستقلة للانتخابات، هي من ترى أن الوقت مناسب وتم تهيئة كل الأمور والمسائل التقنية والاستعدادات اللوجستية هي المفوضية المستقلة للانتخابات. إذا ما عملنا جاهدين وبشكل قوي، وهذا كلام من أحد الأخوة في المفوضية، إن يجب أن نصل إلى 15 في الشهر 11 قد نستطيع إجراء هذه الانتخابات. وبالتالي ماذا تبقي حقيقة للعام القادم أو نهاية الدورة الحالية؟ لم يتبقى الشيء الكثير في هذه القضية. أعتقد أنه سوف تذهب القوى السياسية أيضا للتعطيل، وسوف تذهب الحكومة العراقية أيضا للتمديد مرة أخرى، وقد نصل إلى نهاية الدورة الانتخابية الحالية من أجل تمديد أو إنهاء هذه الفترة. Thank you.